عندما سحب الأطباء بلطف المولود الجديد الصغير من رحم أمه في عملية قيصرية طارئة، كانت المرأة متوفاة أساساً منذ ساعة. شيماء الشيخ قنن البالغة 23 عاماً كانت حاملاً في الشهر الثامن عندما سقطت قذيفة دبابة إسرائيلية على منزلها في وسط قطاع غزة في دير البلح وحولته إلى ركام. مدفون عليها 3 طوابق، يعني ساعة ونص وهي تحت الردم. إيش ذنبها هذه؟ إيش ذنبها؟ إيش ذنبها واحد عمره 23 سنة، عروس إلها سنة وشهر، إيش ذنبها؟ وقد نقلت الوالدة شيماء إلى المستشفى بعد أن سحبت من تحت الأنقاض وأعلنت وفاتها من قبل الأطباء، ولكن بعد لحظات تبين أن بطنها ما زال يتحرك. الشباب هم بحاولوا يعملوا لها إنعاش، لاحظوا أنه الست حامل في شهر 9 تقريبا من شكل البطن، ولاحظوا أنه في حركة جنين في البطن، فاستدعوا أطباء الولادة والنساء والولادة وسمعوا بسماعتهم، قرروا أنهم يعملوا لها عملية قيصرية في الاستقبال، وأخذوا القرار سريعا، يعني خلال دقيقتين كانوا ماخذين القرار وأطلعوا البيبي. فترة وفاة الأم هذه طبعا تعرض الطفل داخل بطن أمه، يعني فترة وفاة الأم لنقص أكسجين، كمية الأكسجين اللي تصل للطفل، الدم اللي وصل للطفل كان قليل، فهذا بيؤدي يعني بأثر على جميع خلايا الطفل، بالذات يعني دماغ الطفل. نتمنى إن شاء الله يكون يعني الإصابة بسيطة عند الطفل يقدر يعدي هذه المرحلة الحرجة. ستظل شيماء الطفلة في المستشفى مدة 3 أسابيع، أما والدها الصحفي الذي يبلغ 27 عاماً فقد أصيب بجروح خطرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.